أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، وأول حلقة في برنامجنا شطرنج. أنا منى سمير، هكون معاكم كل يوم حد الساعة 2. قبل أي حاجة عايزة أعيد على حضراتكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. يا رب دايما كده في خير وبهجة وسعادة، ونعيش دايما ونحتفل بالأيام اللي كلها خير. عايزة برضو قبل ما أبدأ حلقتي أشكر جدا ديكوريشن ريحانة على الأجواء اللطيفة اللي هم عاملينها في الاستديو، ميرسي جدا. وكمان عايزة أشكر كل فريق الإعداد عشان يطلع بالحلقة بتكون شكلها كويسة وترضي حضراتكم. قبل بقى ما نروح لموضوع حلقتنا، كان في كده بعض الحاجات لفتت انتباهي، وكان من أسبوع بالظبط قلب السوشيال ميديا. كان في ترند عالي جدا وهي الحادث الأليم بتاع فتاة المعادي مريم رحمة الله عليها، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها. أنا النهاردة مش جاية أقول للبنات أو السيدات اللي بيتفرجوا عليا على الحادث حصل إزاي أو إيه اللي هيحصل بعد كده أو القانون رايح فين، هو ما لسه طبعا تحت التحقيقات، ولكن كل زمايلنا الإعلاميين عملوا تغطية رائعة جدا في الموضوع ده. أنا طالعة النهاردة حبيبة قلبي أقولك على كام خطوة عايزين نعملهم مع بعض لو حضرتك اتعرضتي للتحرش، اتعرضتي لسرقة، اتعرضتي لقدر الله لحالات من الخطف أو كل الكلام ده، نعمل إيه؟ أكيد إحنا مش هنقف مستسلمين، فحضرتك بقى هتعدي معايا كده. عندنا النهاردة 5 خطوات. أول خطوة معانا هي مهاجمة المنطقة الحساسة للمتحرش أو العين والأنف والحنجرة والضلوع. حضرتك بتبتدي أول ما هو يبتدي يجي جنبك، أنت بتبدأي إن أنت تبصي على طول على عينه، لإما يعني هتخبطيه في عينه، في ضلوعه، من عند الأنف، الحتت اللي هي خلاص بقى هي دي اللي هيضعف فيها شوية عشان أنت تعرفي تتصرفي. نمبر 2 معانا هيكون اضربيه بركبتك بين رجله عشان تشيلي حركته، ما تخافيش من حاجة، يعني خليكي حبيبة قلبي قوية. أنا عارفة أن الموقف ده ربنا يبعده عننا كلنا يا رب، ولكن الموقف هو محتاج استعداد نفسي تام أن أنت تكوني واقفة خلاص، ما هو لا أنا هموت لا أنت هتموت، أنا مش هسيبك في الآخر أن أنت تنتصر عليا. معانا برضو نمبر 3، استخدمي اي حاجة في شنطتك عشان تدافعي بيها عن نفسك، يعني قلم، مبرد، ابرة، اي حاجة من الحاجات دي ابتدي ان انت على طول تتفاعلي بيها. اول ما هو يجي جنبك ابتدي تديله بالشنطة اي حاجة معاكي، خلاص بقى ما احنا قلنا لا هو لنا يعني. كمان معانا نقطة تانية، دي بقى اللي هو حاجتين تانيين انا هقولهم كده في عجالة، هما حاجة دايما لازم تحطيها في شنطتك. اول استخدام هتستخدميه، هي حضرتك هتجيبي ازازه فاضيه صغيره، هتحطي فيها زيت وفلفل حار، هتحطي فيها 2 معلقه كبيره من الفلفل الاحمر في ازازه، وتحطي عليها كحول اسينول او نقطه من زيت جانسون للاطفال، وترجي الازازه كويس جدا، وتبتدي ان انت حطاها في شنطتك في اي وقت لا قدر الله حصل حاجه، او انت قاعده جنب حد حاسه ان هو مضايقك او حد ماشي وراكي، ابتدي على طول طلعي الازازه دي، بخيها بقى في وشه في اي حته، واطلعي اجري، صوتي، اعملي اللي انت عايزاه. معانا برضو النقطه الاخيره بتاعتنا، كيسين زيت وشطه من عند اي عطار، وشويه فلفل اسود مطحون ناعم وعليهم حبه خل وميه، ازازه وترجيها، وبرضو نفس النظام. الموضوع ده لو انت حضرتك حدفتيه على عينيه بيبتدي ان هو يعميه 72 ساعه بالظبط. انا بتهيألي الخمس خطوات اللي احنا قلناهم النهارده في عجاله قادرين جدا ان هم يحافظوا على اي بنت او اي سيده من اي حد يضايقها، سواء تحرش او اغتصاب او اي حاجه زي ما احنا قلنا في الاول. دي احنا حبينا ان احنا نلخصها، وربنا يسترها علينا جميعا باذن الله، وربنا يحمي كل بنات المسلمين. مش هاخد من وقت حضراتكم كتير، هنطلع لفاصل بسيط هنشوف فيه تقرير حلقتنا النهارده ونرجع تاني بضيوف حلقتنا، استنوني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بجدد لقائي تاني مع حضراتكم، وبرحب بضيوف حلقتي الشيخ احمد رضا ابو الروس المبتهل بجمهوريه مصر العربيه والعالم والعلم الاسلامي. اهلا بحضرتك، نورتينا النهارده. معانا كمان دكتور نشأت، دكتور كليه اصول الدين بجامعه الازهر قسم الدعوه. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بيك، نورتنا النهارده يا دكتور. شكرا لك، كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف صحه وسلامه. طبعا احنا في ايام كلها بركه وخير طبعا،
الشوارع كلها دلوقتي ما شاء الله، يعني شايفين كده روحانيات جميلة جدا ماشيين في سكون وحاجات جميلة. انا بفرح في اول شهر اكتوبر لحد اخره ان احنا ماشيين طول طبعا الوقت شايفين بقى زينة وشايفين حلاوة المولد والناس مبسوطة. اول سؤال حابة اسأله لحضرتك، ايه اللي يحصل لحظة مولد النبي؟ المعنى الناس يعني ايه تعرف ان في فعلا سكينة ورحمة كده من الوقت ده؟ ربنا يبارك في حضرتك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة ميلاد حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد حدث عادي كده في تاريخ الأمة، لا طبعا. سيدنا النبي انتشلنا من الظلمات إلى النور بإذن الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان حضرة سيدنا رسول الله نور. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ربنا سبحانه وتعالى هدانا به. كان الناس في جاهلية كانوا يئدون البنات ويقتتلون على مورد الشاه، وكان يهجر الأخ أخاه، بل ربما قتله عشان شوية فلوس، عشان شوية أغنام، عشان شوية أمور تافهة من أمور الدنيا. لكن بحضرة سيدنا رسول الله انتقلنا إلى عالم آخر، وانتقلنا إلى حيز آخر وحيز النور. شوف حضرتك لما يكون حد قاعد في مكان كله ضلمة، الشعور بتاعه إيه؟ خوف، اضطراب، قلق. أكيد. فحين يخرج إلى النور يشعر بالدفء، يشعر بالأمان، وده إحساس الأمة الإسلامية مع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المعاني اللي ارتبطت بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها راقية جدا. لما حضرتك تدوري كده وتسألي أم سيدنا النبي اسمها إيه؟ السيدة آمنة. أمن وأمان. لما حضرتك تبصي وتشوفي أبو عبد الله عبودية لله. القابلة الداية اللي استقبلته حين خرج من رحم أمه كان اسمها الشفاء أو الشفاء، أم عبد الرحمن بن عوف. شفاء وشفافية. والتي بشرت به ثويبة، ثواب من الله عز وجل. والتي حضنته أم أيمن، بركة يمن وبركة. والتي أرضعته حليمة السعدية، حلم وسعادة. حضرتك شايفة مجموعة المعاني اللي محاوطة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمال. فكأن ربنا بيقول لنا أنه خلق لهذه المعاني وخلق بها، فمن اللحظة الأولى تبشر الأمة الإسلامية أنكم ستعيشون في ظل هذه المعاني السامية الطيبة ببركة من؟ ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كمان في لحظة المولد، لما ولد رسول الله، الطفل لما بيولد بيستهل صارخا. بعض أهل الله قالوا ذاك لأن الشيطان ينغزه، يحصل نغزة من الشيطان له كده. طب سيدنا النبي ليه ما صرخش؟ قالوا لأنه ليس للشيطان عليه سبيل. والمفترض أن الأمة الإسلامية اللي هتمشي في ضوء سيدنا النبي ليس للشيطان عليها سبيل، ولذلك ربنا قال في كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيفة. ضعيفة. من الذي أضعفها؟ الله برسوله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. ولما ولد رسول الله من عادة العرب يجوا كده في صحن الدار ويجيبوا حاجة اسمها برمة من الفخار. حضرتك عارفة الناموسية؟ حاجة زيها كده بس من الفخار، وبها بضعة ثقوب عشان يتنفس وتقيب أمن الحر والأتربة وهذه الأشياء. فلما وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانشغلوا في معاشهم، سمعوا صوت فرقعة دوي جري وجري، لقوا البرمة انفلقت نصفي. عمل واحدة تانية انفلقت نصفي، طب نجيب تالتة انفلقت نصفي. سبحان الله. ايه بقى ده؟ قالوا لأنه سيفلق الظلمة، النور بتاعه ما فيش حاجة هتحجبه. وفي كل مرة لما تنفلق يلاقوا حاجة عجيبة قوي. سيدنا النبي باصص للسماء، يشخص ببصره إلى السماء، ولازال طفل رضيع. ايه ده؟ قالوا لن يحول بينه وبين الله شيء. ولذلك يقول لعمه بقى بعد ما كبر وجت البعثة وقال له روح شوف قريبك واعرض عليه، قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يساري والقمر في يميني على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ليه؟ لأنه من الأول لن يحول بينه وبين الله شيء ولو اجتمعت عليه شياطين الإنس والجن. ولذلك سيدنا النبي ميلاده رحمة، رحمة للأمة، وحق للأمة أن تفرح بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رحمة الله للعالمين ونعمة بالله. طيب يا شيخ أحمد،
حضرتك حابب تسمعنا ايه بقى النهارده كده بمناسبه الاجواء اللطيفه اللي احنا بنتكلم عنها؟ ويعني انا هو الدكتور اتكلم، انا حاسه ان بقى في صفاء نفسي كده في اللوكيشن، فانا بقى حابه حضرتك تسمعنا حاجه زي ما انت عايز بقى. نسمعكم حاجه باذن الله كده عن حاجه عن سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام، النبوي الشريف، حاجه لسيدنا الشيخ نصر الدين طوبان. الله اكبر. طيب قبل ما ابدا مع حضرتك هنطلع لفاصل قصير جدا ونرجع لحضراتكم تاني. عيون الحقيقة المصداقية في نقل الخبر. نستقبل قضاياكم وشكواكم حتى نضعها بين يدي المسؤولين. عيون الحقيقة، لا أحد فوق القانون. الجريمة في دقائق والعقاب في لحظة. انتظرونا كل أسبوع في برنامجكم عيون الحقيقة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مكملين مع ضيوف حلقتنا، وهرجع تاني للشيخ أحمد. جاهزين بقى؟ اتفضل. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى قاصدنا، واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. أشرق الحق بالهدى وتهادت أنواره تتسنى، كل من في السماء والأرض غنى، كل من في السماء والأرض غنى. أشرق الحق بالهدى واطمأن وتهادى أنواره تتسنى، كل من في السماء والأرض غنى.
كل من في السماء مش عارفه ارد. انا بجد انا مش عارفه ارد، يعني انا جسمي اشعر، انا حاسه ان احنا يعني رحنا لدنيا تانية كده، خدتنا في صفاء نفسي رهيب ما شاء الله بجد. ربنا يزيد حضرتك من فضله. هرجع تاني لدكتور هاني. بعض المتشددين بنقابل ناس كتير جدا بيفضلوا يقولوا الاحتفالات حرام. طيب احنا عندنا في احتفالات اساسيه ودي مش محرمة، زي المولد النبوي الشريف، احنا دي طقوس عندنا وده خلاص احنا تعودنا عليه. الناس اللي بتيجي تتشدد في الدين وتقول لنا لا ده بدع وما ينفعش ومش عارفة ايه، نرد عليهم نقول لهم ايه؟ طيب هو مبدئيا اذا كنا مش هنفرح بميلاد سيدنا رسول الله هنفرح بمين؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. طب وسيدنا النبي عبارة عن إيه؟ ربنا قال في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال قل بفضل الله وبإيه؟ فهو الرحمة، والله أمرنا أن نفرح بالرحمة. فإذا ده أمر إلهي أن احنا نفرح فنحتفي بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عمل ده، لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، قال ذاك يوما ولدت فيه. البعض يقول لك بس ده كل أسبوع. إذن الأساس موجود، الاحتفاء موجود كل أسبوع كل شهر كل عام، والمفترض نفرح برسول الله ونحتفي في كل لحظة، ولكن بتعظم قيمة الاحتفال في موعد الاحتفال. سيدنا النبي يقول لنا ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له. فالنفحة جت فنتعرض ليها. والاحتفال عبارة عن إيه؟ الاحتفال عبارة عن أننا نقرأ القرآن ونتدارس سيرة خير الأنام. ولو اجتمع الناس على شيء من الطعام، عندنا كده مقولة جميلة أو تقول إيه؟ أكل اللقم يدفع النقم. أكل اللقم
يدفع النقم. فلما الناس تجتمع بمحبة وتاكل مع بعضها حاجة احتفاء بمولد سيدنا رسول الله ده يدفع النقم ويزود المحبة، تهادوا تحابوا. فلما اجمع اولادي واعلمهم سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اين البدعة في ذلك؟ ولو انهم قصدوا البدعة لانه لم يحدث في زمن رسول الله، لهم صح. ولكن البدعة عندنا نوعين، بدعة مذمومة وبدعة محمودة. البدعة المذمومة التي لم توافق اصلا لا في كتاب ولا في سنة ولا قال بها احد من العلماء العاملين، مظبوط. لكن البدعة المحمودة التي وافقت اصلا في كتاب او سنة او قال بها احد العلماء العاملين، ولما حضرتك هتدوري على اللي ألفه في الاحتفاء بمولد سيدنا رسول الله ممكن ناخد وقت اليوم كله نقعد نعد بس في مؤلفات أكيد ومصنفات أكيد في اللي ألفه في الاحتفاء بسيدنا رسول الله. وكيف لا نحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم والله قد أعلى ذكره؟ لك أن تتخيلي أن مكة بلد معروفة قبل سيدنا رسول الله، صح؟ لكن لم يعلو ذكرها في القرآن ويقسم بها أو في أي كتاب آخر إلا كرامة لرسول الله. ربنا في القرآن قال إيه؟ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. يبقى إذن رفعت بمين؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة ثاني البقاع في الأرض قدسية وطهارة، ليه؟ لأن فيها مثوى سيدنا رسول الله. المسجد الأقصى في القرآن لما حضرتك كده تتصفح القرآن هتجدي أنه لم يربط إلا برسول الله. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وسمى مسجد ليه؟ عشان هو مرتبط بحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وجهة إسلامية خالصة. بل إن الزمان نفسه يعز برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خير القرون قرني زماني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. بل إن أعظم البشر على الإطلاق قوم اجتمعوا مع رسول الله في مهمته اللي هي التبليغ، اللي هم من الأنبياء دول أعظم البشر. ليه؟ لأنهم اجتمعوا مع رسول الله في مهمته ومهدوا للرسالة الخاتمة. ثم يليهم قوم نظرت أعينهم إلى رسول الله واجتمعوا بحضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلقت أرواحهم وقلوبهم وشربت من نهج سيدنا رسول الله، اللي هم مين؟ الصحابة. طب هم ليه كرموا فوق البشر؟ لارتباطهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هقول للحضيق بقى حديث غاية في الجمال، والحديث في صحيح الإمام مسلم أخرجه سيدنا أبو سعيد الخدري قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فتح له من باب الغيب ما أراد الله أن يفتح. سيدنا النبي ربنا زواله الأرض كده فرأى ما سيحدث فيها، زواها له أكنها حتة كرة كده من إيدي، ينظر في معالمها وينظر فيما سيكون في الغيب. فقال إيه؟ سيأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، مجموعة من الجماعة من الناس يقصد بهم الصحابة، فيستفتحون فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم بلا حرب ولا قتال، إكراما لمين؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من رأى من صحب رسول الله؟ فيقول نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من رأى من صحب رسول الله؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم، أي بلا حرب ولا قتال. إذن الزمان يعز بحضرته، والمكان يعز بحضرته، والناس تعز بحضرته، بل لا يكمل إيمان أحدنا إلا إذا ارتبط بحضرته. سيدنا عمر بيقول له أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر، قال الآن أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر، أي الآن قد كمل إيمانك. ولذلك حق للأمة أن تفرح، واللي مش عايز يفرح هو حر، بس ما يحرمش علينا، هو حر لأن مسألة ظنية وفيها اجتهاد ومفتوح الباب الاجتهاد، فهو مش عايز ما نقدرش نقول له لا، هو حر، بس في نفس الوقت لكنه احنا لا يحرمه على الناس ذلك، ما يحرمش على حد، هو حر هو في شخصه، لكن ما يحرمش علينا احنا. سنظل نفرح برسول الله. ومصر بلد متدينة بطبعها، تعشق تراب سيدنا رسول الله وتعشق آل بيت سيدنا رسول الله، وما رفعت كرامة سيدنا رسول الله في بلد كمصر. ولذلك نفرح إن شاء الله جميعا وناكل الحلويات إن شاء الله، ناخدها وإحنا مروحين بأمر الله. تمام، الناس كلها تفرح، الناس كلها تفرح إن شاء الله، وناكل حلاوة المولد والدنيا تبقى زي الفل إن شاء الله الحمد لله. طب يا شيخ أحمد،
ايه اكتر الحاجات اللي بتطلب من حضرتك بمناسبه مولد النبي اللي الناس بتحب بقى حته الشيخ احمد ده هو يقولها بالمناسبه دي؟ في حته اللي انا هختم بيها ان شاء الله، ده اللي بيحبها، اتفضل. بتاع ان شاء الله بتاع الشيخ علي الحسيني. أوكي. ده استاذ انا كان مقتهر الله يرحمه، الله يرحمه، في الاذاعه والتلفزيون. لو في لسه نقولها بعد كده نقولها، انما في حته كمان نقولها دلوقتي ولا ايه؟ أنا يعني مش عارف. احنا معانا بالظبط، انا هضطر ان انا اختم مع حضرتك، فمعاك وقتك. تمام، احنا تحت امرك بقى، اتفضل. يا سيدي يا رسول الله، تقول آمنة، تقول آمنة لما حملت به فكان من داخل الأحشاء يناديني، تقول آمنة لما حملت به، لما حملت به فكان من داخل الأحشاء يناديني، وليلة الوضع وليلة الوضع نزلت لي ملائكة من السماوات بالبشرى تهنيني، تقول يا بنت وهب، تقول يا خير ختامي يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني انا مبسوطه جدا بالحلقه دي بجد. حضرتك طورتني النهارده يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك، واديتنا بعض المعلومات، لان طبعا الشائعات منتشره جدا دلوقتي، الناس مش عارفه تحتفل ولا ما تحتفلش، هل حرام هل حلال، فحضرتك وضحت بعض الامور. شكرا لحضرتك جدا، شكرا. نورتنا. شيخ احمد، انا عاجزه عن الكلام. انا خلاص يعني انا دموعي هتنزل، فانا مش قادره اتكلم غير ان انا بجد اشكر حضرتك. كل عام وحضرتك بخير، وحضرتك بالف خير يا رب، ويعني كل الامه العربيه والاسلاميه بخير، وربنا يجعلها ايام خير وبركه. واتمنى ان تكون الحلقه دي كل المشاهدين استمتعوا بيها واستفادوا بيها، افرحوا واتبسطوا. مفيش اجمل من الايام اللي كلها بركه وخير وروحانيات جميله زي الايام اللي احنا فيها. مشاهدينا، شكرا لضيوف حلقتنا، وشكرا لحضراتكم. اشوفكم في حلقه جديده من شطرنج.